وحده من يستطيع حماية. صباح الخير يا بابا. صباح الخير يا صباح الافتراس. ايه نظرة الانتصار دي؟ في حاجة؟ قال كراتين فاضية تاني. هو والله لما بتحط تحت المرتبة ما بتشيلش رطوبة الشتاء ولا بتعمل أي حاجة. مش عارف يحبكوا في الكراتين الفاضية والعلب البلاستيك. انتوا مستنيين أعمل حاجة طيب ولا أخش آكل ولا في حاجة؟ بس دي هدية عيد ميلادي وأنت مخبي بقى إخواتي كلهم جوا يطلعوا يسرقوني وبتاع صح؟ بس يلا شكلها مفيهاش حد. شكفتي أصلا. أنا بحلم طيب؟ خش تاني؟ خش. في ايه؟ يا خسارة علامك والله. بس كده؟ دي الكلمة؟ طب ايه طيب ده الصندوق العشوائي؟ انت بقيت يوتيوبر تصورني ولا ايه؟ يا ابني ما هو مرسوم عليه تكييف اهو، انت حمار؟ طب ما عادي يا بابا، امي حاطة صيغتها في كرتونة مندولين جوه يعني. لا يا حبيبي، ده تكييف بجد. بقيت بتصلح وكده؟ بس انت مدرس متقاعد يعني اكتر بالسقعة والكلام ده كبير قوي. طب بنص جنيه تعليم من الفلوس اللي دفعتها عليك حتى. يا ابني انت السوفت طاير من دماغك، ده تكييف بجد انا اشتريته. ريت يا اخي كل اللي انا قلته صح ولا الناس مع الكلمه دي؟ ياد ده كان عليه خصم كبير قوي عشان الشتا. ما هو طبيعي، ما حدش بيشتري في الشتا. ما دي الفكره يا حبيبي، هجوم مختلف. انت جاي تحقق الاختلاف في دي يا بابا؟ وفرت كام يا بابا؟ 4000؟ 400 جنيه. يا بابا ده اللي هيجي يركبه هياخد 400 جنيه. اولا لو التكييف ده يتركب فانا وانت اللي هنركبه، مش هشتغله اصلا. صح، اكيد ليه فيش الكهرباء هنحطها يشتغل عادي، هنعلقه بس. ياد صباحيه يوم جمعه كده نصحى بدري نوم بيه يعني مش حاضر. الله يبشرك، خلينا بس في المصيبه دي. طب فلوس كليتي لسه معاك؟ عشان انت كنت عمال تقول لي مزنوق بتاع. لا ده انت شاب مجنون بقى. يعني انا بطمن، يعني مش عارف ان انت عامل حسابك على حاجه زي كده. اعملها ازاي دي بالعقل كده؟ يعني ايه؟ يعني التكييف عليه خصم، لكن كليتك مالهاش خصم فهتستنى بقى. دي اغرب حالة عدم سداد مصروفات هيسجلها العالم، يعني تعليم قصاد التكييف ده. بص يا ابني انا مستني فلوس اول ما تجيلي خدها وروح ادفع، غير كده بقى انزل اشتغل. ده كده يعني بالسهولة دي؟ قبلها باسبوع قبل ما ادفع مصاريفي باسبوع، لو مش عاجبك انزل اشتغل. معاك بقى ترقص طيب ولا اقطع تيشيرتين وانزل اتسول؟ انت مش كنت عارفني يا ابني عشان اجيب تكييف؟ ما هو حاجة غريبة. هتجيبه في الشتاء؟ طب هو سخن ولا وساقع وكده ولا انت جايبه وساقع بس؟ لا. بابا البيت اصلا زحمة بينا، يعني ده هنحطه فين؟ هنخزنه؟ بنخزن ايه وبصل؟ اوضتك، اعتبره وحدة رفوف كده وحط عليه حاجتك والبرفينات بتاعتك. داخل اكمل نومي يا رب يطلع حلم، عشان انا دماغي سابتني وهربت من اللي انت قلته ده. طب خد شيله، طب دخله في اوضتك كده، وخلي بالك من الكرتونه يا عم، من التكييف ما تتخربش، عشان لما بيقف في الصيف محدش يقول لي ده متبهدل.